اثناء التسكع في عالم هورايزون فوربيدن ويست جيمرز جنتلمان، لقيت الراجل ده كان بيحارب شويه روبوتات فضربتها معاه، وطلع اللي هو اصلا معاه واحده محبوسه في هذا البرج هنا، البرج ده المفروض ان انا يعني ايه، انا حسب ما فهمت هي المفروض انقذها. فخلينا نشوف مع بعض انقذها ازاي في ميشن سريعه كده. معاكم احمد باكر بقى اتفرجني وفيديو جديد، وقبل ما نبدا تشوفوا اللايكات العريفه بتاعتكم وتشتركوا لو مش مشتركين، وتعليقاتكم جميله ما تحرمونيش منها، وهي بقى نستأنف اللعبه الجميله دي وانا العب. طيب هو بدل ما هو حيران كده خلينا ايه نكلمه. لوريس ماهرة، لكن جزء من البرج قد انهار. طب ما تقف تكلمني. طيب ارسلت عرافين لإيجاد بياناتك لكن لم تستطع. بس كده في حاجة تانية ستقولها؟ ستجدين طريقا الى لوريس. ايه مش الغريبة دي؟ جزء من البرج قد انهار. ماشي خلاص، هو بعيد الكلام اهو. خلاص نشوف بقى نطلع منين. طبعا يا جماعه قبل ما اطلع ميشن عايز اقول لكم على مكانها هنا، اقفل دي كده بس في الخريطه، الجزيره المنفصله دي في الحته دي بالظبط هنا. خلاص عشان بس اللي بيلعب اللعبه ممكن يخش يشوف الميشن دي. يلا بينا نشوف بقى ايه. صوبك في طريقها للاعلى. اكيد وسونج جا وتيت فارو يمسكاني بخبالها. لو بوهاي سمعك تتحدث باسماء الاسلاف هباء فسوف تحاكم. ايش مصدقها ولا ايه؟ هي عاملة لها مفاجأة، مش بتتكلم هي، طالعة بس. نحن قوم لا نتحدث انما افعالنا تتحدث. ماشي اطلع يا سوبك. هنا انكسر ما تتسلقه. خطوط سيعبر بيت الفنوة لأجد الجندية. اوه وجدت طريقة للصعود. أنا سوبك. لنوقف الحديث عن الأصيلة قليلا لنخرج من هنا، اتفقنا؟ بحق الأسلاف تماما. هنزحزحها زي أرتو يعني. ده أشاعة ولا إيه؟ هناك أنت بخير؟ أجل أنا محظوظة، لا شيء انكسر. حاولت الخروج وانهار كل شيء فوقي. ظننت أن فتحة الجدار قد تدخلني إلى البرج ولم أصل إليها. لنجد طريقة للخروج. أنت عايز تدخلي ولا تخرجي؟ أنا بتقول لها عايز تدخل وما عرفتش. يوجد بيانات هنا. فين؟ أنا مش شايف آياتها بيانات. الصورة دي خداعة يا جماعة، ممكن تبصوا كأنها بصة هناك وكأنها بصة عليا. لا ايوه انا سوبك. تعال نطلع من هنا. الجدار تقود داخل البرج لو وصلت اليها. طيب واضح ان في علقه هنا. لقد بحث ولم اجد طريقا للخروج. بس يا بنت ده انا سوبك ولا اجري على الله. اظبطي اظبطي كده في الكلام. تعال بقى نشوف نطلع هنا كده صح. اريوس من الافضل ان تكون حيا حتى اقتلك بنفسي. انها روبوتات، ده في روبوتات هنا، في حد شايفني انا مش عارف مين. طبعا اللي ممكن ما حد يعني في ناس مش عارفه وانا عرفت منين في حد شايفني، في علامه استفهام كده شايفين الخريطه البوصله اللي فوق دي يا جماعه، الخط اللي في النص ده في علامه استفهام صفرة كده، ده معناه ان في نير باي او قريبا عدو قريب روبوت يعني ايه انتبه لوجودي. لا تراني. بتتكلم عن مين بقى؟ فين بقى الروبوت ده؟ يكون طائر مثلا؟ ولا هتفاجئ بيه؟ هم عايزين يفاجئوني شكلهم. عموما انا عدت الكره تاني فخلينا نخش بقى جوه نشوف كده. عدي يا سوبك. ده في فتحه اهي. ممكن ادخل من الكور دي كده نوقعها. ولا نطلع بيها فوق. في حاجة هنا؟ بتهيألي مفيش دخول هنا، هو الحتة اللي أنا حاولت أطلعها تحت المفروض أوقع دي. تعالي لنصل بصندوقي إلى الهوة. يلا
هي دي الهوة. أتتسلقين بهذا؟ أجل. شكراً يا صوبي. إذن دخلنا البرج. أنا ما أعرف معك الشيف. رائع. لنعثر على مخرج. وانا عن نفسي كان ممكن اطير وامسك الشمسيه الالكترونيه بتاعتي، انما بقى هل الشمسيه دي تستحملنا احنا الاثنين؟ لا اعتقد. وها نحن نسير على خطى الاسلاف، سنعثر على الحقيقه وسيسطع النور. سيسطع النور؟ ان عرفت انها انت لم اكن اسفه لانني شككت. يوجد شيء هناك. نقاط بيانات جديده، بريد نصي من سونغ ياو. عليك سماع هذا مني قبل أن تسرب الخبر. صوت المجلس برفع سعر مجدد الجينات مجددا. ماشي. اللي عايز يقراها ممكن يوقف الفيديو يا جماعة ويقراها. هل عاشوا حقا في أماكن كتيل؟ سأعيدها إلى لاند فون حتى يفحصها العرافون. هي مين اللي بتسمع لمتقمص شخصية البنت دي؟ طب أنا كان في شفت وردة معدنية هنا أو أيوة هي دي، مش وردة معدنية، اسمها إيه؟ باللورة نارية. مكان وجود البيانات قبل المغادره. هتتفقدي ايه يا اختي؟ راح فين دي انت يا بت؟ طب انا شفناها دي. ساخبر الجميع بجداره سوبي. طب انا المفروض اقعد معاكي يعني ولا انزل واحلق لك ولا ايه؟ هي مش دي اسمها يا جماعه، بس عشان انا حاسس ان انا في حاجه غلط. مش غلط يعني، المفروض اقف على الميشن المهام النشطه. لا اجلاب الجرعات مش عايزها، الجوزاء ما فقد. ايه دي؟ طب هو انا في المفروض اعمل ايه طيب؟ يا ليه الدنيا ضلمه كده؟ طب نشوف ده تاني كده يمكن؟ اه شفناه اهو. ولا عبرتني. طب خلاص احلق لها بقى. الولايه راحت فين؟ لسه بتبص تتفقد. طب انا هنزل بقى اسيبك دلوقتي، خلينا بقى ننزل احنا. شوف اللي هيحصل. اوب. من السقوط. صاحبتك يا عم انقذتها. لوريس سوف تخرج. شكرا. العفو اخوي. تسببت في موقفك الهائل. لوريس جندية ممتازة. خلاص كده؟ يجب تسجيله. ده دي ميشن دي ولا ايه يا جماعة؟ ما هذا الشيء يعني؟ أنا المفروض دلوقتي استفدت إيه طيب؟ خدتش حاجة ولا ادوني هدية ولا كان في حوار ولا أي حاجة؟ ودي مشى مثلا كان المطورين عملوها نسيوا خلصوها مثلا، مش عارف. طيب خلينا، كان في عندي حاجة هطور بيها الجراب اجيبها من هنا ولا ممكن اعملها سكيب دلوقتي واطلع على نروح على القاعدة ونشوف المشن بتاعت الراجل كوتالو النص التاني. اشوفك على طول بقى شباب هناك. ربما علي اكتشاف الإشارة قبل المغادرة. وانا بصطاد سمكة الصابوط يا جماعة في المنطقة دي عشان اكبر الجراب بتاعي، لقيت في اشارة هنا بتتكلم معانا، المفروض استكشفها. خلينا نستكشفها مع بعض. بس في روبوت هنا. ايه ده؟ منقب. انت بتعمل هنا يا منقب؟ انا ما اعرف في منقب بيعوم تحت. ده اتنين. اللهم صل على النبي.
سخن الشارع بسرعة كده في السريع. طب يخش لها منين؟ في فتحة هنا؟ اه في فتحة هنا اهو. اوعى تشوفني. ينفع ادخل من هنا طيب؟ نو. هما كام واحد؟ تلاتة؟ اتسلل طب بالراحة كده. مفيش طريقة الواحد يستخبى بيها من روبوتات او حاربة تحت المية يعني؟ هدي بسرعة. خش بقى هنا. ايوة. طبعا بيسألنا على المكان ده فين يا جماعة؟ المكان ده هنا في الحتة دي من الخريطة. لو انتوا بصيتوا هنا في بحر هنا في الحتة دي جنب النقطة المخيم دي، وانا هنا خد في نقط هنا غير معروفة هستكشفها دلوقتي، وبعدين بقى اخد لي سمكة شبوط واشوفكوا عند ايه، عند القاعدة نتكلم مع الناس. ماشي. كولكتبل صندوق اسود. لن اتصل بالمهبط، لابد انه دمر. لا وقت ولا وقود، يجب ان اهبط على البحيره لنعطيهم فرصه للموت في القتال. هذا مدرج طيران، سنهبط على الماء. اتركوا كل شيء باستثناء ادوات القتال. حان وقت الذهاب الى لهيب المجد. استعدوا استعدوا. لهيب المجد. دي طيارة كبيرة، دي الطيارة المفروض هي غرقانة تحت البحر. فين بقى إشارة الرصد دي؟ فين؟ في حاجة هنا طيب فاتتني؟ كنت حاسس كأن في حاجة فاتتني يعني. انزلي انزلي. ده صندوق امدادات. دي شظة حجارة خضراء. طب فين النقطة؟ كان في نقطة تردد كده شفناها، ولا انا كده خلاص؟ حاجز غارق، المفروض نروح هناك على الحاجز ده. هو فوقية ولا ايه؟ غالبا فوقية صح؟ وهنا افتح بعتلة. تعال نجهز دي عشان just in case لو قابلني حد غير مرحب بيه. خلاص كده زي الفل. طيب نذهب بقى الى القاعدة. لا انا عندي بلورة نارية هنا نشوفها، كان زهرة معدنية. دي طيارة تانية واقعة يا جماعة. اديني الحاجات دي. مفيش حاجة تانية جوه هنا؟ وقت القتال. Thank you.
كده وصلنا قاعدة يا جماعة. ولكن إذا كان هناك اثنان مني كنت لأرقد. اثنان مني مني مني. تعال بقى نراقب الجراب اهو. أني واحد بقى؟ أيوة الجرعات زي الفل. طيب بعد كده نصنع، محتاجين نصنع جرعات 8. طبعا الصحة طبعا مهمة جدا، ودي طاقة، ودي بتعمل ايه؟ تطهير لذات الحالة وتعزيز الدفاع. اوكي تطهير ده بيعزز الدفاع في حالة كنت محتاج دفاع جامد. بس كده زي الفل. طيب عندنا بقى دول مش مهم دلوقتي. خلينا نشوف نصنع التجاوز بالمرة، شوف ايه التجاوز ممكن نصنعها. ما قالين لي كده ليه في حاجة يا جماعة المفروض اصنع يعني جاهزة. مش هينفع شكل، مش هينفع يعني معيش insufficient material، مفيش material معايا متاحة اقدر بيها اصنع تاني، مع اني كنت شفت حاجة قريتها يعني ممكن اصنع حاجة. anyway خلينا نروح اشوف قتاله يا ترى. عارف يلاقي يصنع دراع جديد لنفسه ولا لا؟ هاد ده بتعمل ايه؟ مين دي؟ دي اسمها ايه دي؟ بيتا ولا الفا؟ هي كانت بيتا ولا الفا؟ تعال نشوف قتاله بس الاول، بعد كده نرجع لبيتا تاني ولا الفا. هي دي اماكن جديده يا جماعه، مش كنت شفتها قبل كده الحاجات دي. اغراض لاحد افراد كوان، لابد انها لالفا. الفا هي الفا، الفا يعني مش الفا. اوكي شكله وحش السرير ده. ما هذا؟ ايوه قتالو. عندك ايه جديد؟ نكمل المهمه بتاعتك نخلصها. إلوي سعدت بك، احطنا بمهمتنا ومستعدون للذهاب الى مرجل الجوزاء في اي وقت. ستكمل الذراع التي ساعدتك فيها غايا؟ بالطبع، كنت آمل مناقشة ذلك الأمر معك إن كان لديك الوقت. شيك أوي الراجل ده يا جماعة، ذوقه والله ذوقه بيحرجني يعني. اختبار الذراع تعال نختبره على طول بقى، احنا اتكلمنا الكلام ده كله. أردت الحديث عن ذراعي؟ بالطبع، حان الوقت لاختبارها وأريدك أن تكوني هنا. حسنا، كيف تفعلها؟ بل أين أفعل ذلك؟ قابليني حيث أسقطنا روبوت رجال الناب المزلزل، وذلك عند النهر. بالطبع إن أردت، لكن لا أظنني أفهم. سترين عندما تذهبين، أعدك. سأعلمك حين أقترب. أشكرك يا إيلوي. أنت معك بسلطة عشان أعلمك ولا إيه؟ وداعا؟ علي الذهاب الآن. إذن لا تدعيني أعطلك. كما قلت، سأتصل حين أقترب من قاعدة ريغالا قرب الحصن. عسى أن ترشدك العشرة. يا جماعة كلمة العشرة دي بتزاولني فشخ بصراحة. كلمة غريبة جدا. طيب نروح على المهام بتاعتنا بقى. المهمة بتاعتنا هو كانت أنا جوزاء لمشة جوزاء. فوقك الجوزاء التي دي مهمة رئيسية. ما فقد غير ما فقد دي صح؟ ولا لا؟ أني لا هي ما فقد صح. تعالى نعملها فين بقى في الخريطة؟ أيوة مكان ما اسقطنا البتاع هنا. طيب يا جماعه اشوفكم بقى على طول هناك. نعلم كده. هنا اراد قتالو تجربه ذراعه الجديده. تعال لكن اجهل نيته. نكلمه بقى. اهلا قتالو، انا عند النبي المزلزل حيث نلتقي. تختبر ذراعك؟ ساصل قريبا. هو في الاوبر دلوقتي. اشكرك لانتظاري. الان ستخبرني ماذا نفعل هنا؟ لم يحن الوقت، اتبعيني من فضلك. الغموض ده ماشي. شخص ما غامض للغاية. ايوه بالظبط. خلينا في إخباري بما ستفعلينه بالحصن. اعتبري هذا انتقام. عادل. Fair enough. ناخد الحاجات دي. والله عندي كتير، متهيألي عندي كتير، بس انا لقيت كتير كبشه جنب بعض كده. فايه؟ انظروا اليه. انا بنظر للاغصان.
ايه بقى وريني كده. حسنا اجبني يا كوتالو. اريد ان اختبر الذراع على ذلك. لقد هدد الوادي لفترة وقتل من عشيرة السماء، لكن انتهى. طب وفي الدراع؟ طيب شرفت بالمساعدة. ايوه والله مبسوط له والله يا جماعة، كأنه واحد صاحبي نجح في الامتحان. سأتبعك. تتمرن عليها شوية بقى. طب انا اقتله ولا انت هتقتله؟ في مذاق المعادن استطيع مواجهته بذخيرة التجميد. انا عندي تجميد معايا. معايا تجميد اهو، خد يا بعد. يا ابن الذين انا هموت. ده طلع مختلف، تخضني يا جماعة، تخضيت. طيب نعمل حسابنا عليه بقى. لنرى حبه لمذاق المعادن. انا عندي اتنين تجميد زي بعض، مين بقى اشد من التاني؟ سهم العاصفة الناسف. انا مش عارف مين اشد بصراحة، مين متطور؟ ده اللي متطور يا جماعة. تعالى اللي تعمتيه ده، خد هنا. ما جاتش ابعد عني بقى. ماشي خبا. خد دي مفيش ذخيرة فعلا. يا ابن الذين طيب تاني جريد. ده الدرازينة يا جماعة، ده جامد اوي. بص واخد عليه ده. هو اسرع، هو سريع جدا، كنترول سريع جدا. تعال. ايوه كهرب بقى، كهرب وايه جليد مع بعض كده. خد والله خبطت مستوى 50 يا شباب. جيمرز اند جنتلمان، مبروك. ايوه بقى طلع قلبه ده صح. حسنا الذراع تعمل بكفاءة. اوافقك. اذا لما تخلعها؟ دي اتاتشبل. هذا هو انا، هذا ما عانيته، كل شيء اخر خاطئ. كأنني أخذبك. عم تأفورش بقى. سأستخدم الذراع إن احتجت، لكني سأكون نفسي لبقية الوقت. لا توجد طريقة أخرى. أشكرك لفعلي. لا في، خليك لابسها على طول. من أجلي. خذي. شيئا لنتذكر انتصارنا. شكرا. إلى اللقاء. لتحميك العشرة يا إلهي. إن شاء الله هتحميني، إن شاء الله. بس ساعدت كوتالو وربحت جائزة تروفي برونزية، معايا نقاط مهارة 5. اداني ايه بقى؟ الصحة القصوى زودها. عندي 8 نقاط مهارة، تعال نعملها بسرعة كده. نعملها فين؟ عندي 8، ممكن نعملهم هنا ولا هنا؟ دي فضلها واحدة بس، تعال نخلصها.
بس دي اكتمرت بالكامل. الله الله، دي بتعمل تفجير اشعاعي. ايه ده؟ ايه يا جماعه تفجير اشعاعي ده؟ ارفاق نموذج خط اضافي الى الرمح واطلاق موجه صاعقه قويه في الحال لتدمير كل اعضاء قريبين. دي حلوه جدا دي يا جماعه. اوف 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 اوف. تعال نعملها اكتيفيت. طيب ننفع نجهزها؟ ليه ما ينفعش جنبها كامله؟ ايه نعملها تجهيز؟ انا عايز اعملها تجهيز. اشمعنى يعني؟ ليه وناقص حاجه من اللي حواليها؟ عرض مستوى التالي. انا مش عارف، هي مش جاهزه. يمكن انا مجهزها اوريدي. طب هنا في تجهيز. طب دي اعملها ازاي؟ هي مجهزه حاليا، هي مكتوبه قدامي طول الوقت وانا مش واخد بالي يا جماعه. طب هنعملها ازاي برضو؟ يعني لما اعمل الدايره بقى كده ادوس R1 ديب بتقوم مديها صح. طيب اكتملت مهمه فرعيه ما فقد. في نقاط مهاره خدتها ثلاثه تانيين، ننفقهم برضو بسرعه كده على مثلا دي. هي دي ثلاثه ولا خمسه؟ دي ثلاثه والله. اهو عندي دي ودي. طب نشوف ايه المهم التاني يا جماعه. ده لو مرادات روبوتات، خلينا نستهلك الحاجات دي كده. في اتنين، خلي واحدة كده معانا، نعبي الأسلحة. أنا كنت داخل معرفش اللي ده فاضي الصراحة، يعني دخلت كده على عماية. أوكي مليان كده زي الفل يا جماعة. أنا كده زي الفل، محتاج بس أنا في أي مهمة جاية ولا حاجة أروح أجرب موضوع القنبلة الاستثنائية دي. طب يا جماعة أنا شايف إن إحنا كده نكون وصلنا لنهاية المقطع. أنا المفروض عايز أوديني هنا فين؟ جراب الطعام فراء كلب البراري. لا مش عايز اروح دلوقتي. ويا رب تكون استمتعتوا بالمشاهده. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، وان شاء الله المره الجايه او فيديو جاي نستعرف بقى القصه الرئيسيه عشان تفتح لي مهام تانية، او احاول اشوف المهام اللي هي دي مش الجوزاء بقى الجانبيه. هي كده قفلت كلها معقوله؟ لا انا في حاجه قصيره لسه عندي. اول منطقه دي لسه غالبا بعد المهمه الرئيسيه اللي جايه. عندي امواج العداله، انا مش عارف هي دي موجوده ليه. يعني السجل الهدف الاثنين معمول عليهم تك بالاخضر صح. التحدث الى كارجلا في امد المد والاستماع لشائعة متمردة نكث. انا عملت الاثنين، فهي ليه لسه موجوده انا مش عارف الصراحه. والصامده برضو فاضل بس احراز دي. الصامده غالبا اروح ارض جديده بتاعه الصيد اخلصها، وغالبا هتبقى هي دي اللي فاضله. يعني تعال نعلم عليها كده نجرب في الخريطه. بص مفيش حاجه، تطلعليش حاجه في الخريطه. anyway يا شباب ان شاء الله اشوفكم فيديو اللي جاي، ونستمتع بقيه اللعبه ونختمها قريب ان شاء الله عشان نبدا في الالعاب الجديده الموجوده. تاني بقى اقول لكم، كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم فيديو اللي جاي ومع السلامه.